عايز اوصل اهمال الشديد من ناحيه الاثار ومن ناحيه الامن، لان الاهالي اللي بيستغلوا اراضي اثار في المحاجر من ناحيه استغلال الرمال ومن ناحيه استغلال الزلط، وفي نفس الوقت الرمال والزلط دول فيهم اثار. انا لا انا ببعد عن الاهرامات بكام، بحوالي كيلو ونص. من العقيده المصريه عندنا اي هرم لا يقل عن حوالي 3 كيلو تلاقي اثار، ده اقل ادنى شيء. ليه؟ لان الهرم ده يعتبر حاجه مبجله، منطقه ابو صير، منطقه اسره خمسه، منطقه لا يعني تحتوي على عدد كثير من الاهرامات والمقابر ومعابد الشمس. لسه انا لغايه دلوقتي ما اكتشفتش 10% من اللي موجود في قلب منطقه ابو صير. دي وزير مقبره الوزير بتاع شيبسس، وترجمه اسمه من اللغه المصريه القديمه للغه العربيه بتاع النبيل او الشخص النبيل. هو كان وزير في عصر او كبير وزراء في عصر الملك ساحرع مملوك الاسره الخمسه. والمقبره من اضخم المقابر او المصاطب اللي موجوده في منطقه سقاره ان جنرال او على العموم في جبانه منفى عموما على الاطلاق يعني. وهي بتدينا نبذه تاريخيه عن مدى التدهور اللي بدا في عصر الاسره الخمسه وامتد حتى الاسره السته ووصل لحتى عصر المحل الاول، لان احنا بنشوف فيها ان مقابر نبلاء او مقابر وزراء بتضاهي مقابر ملوك من حيث الحجم والمساحه. المقبره زي ما حضراتكم شايفين بتتكون من جزئين، جزء مبني ومسطح يعني ليه سقف، وجزء اخر اللي هو فناء مفتوح. الجزء المغطى او المدخل في بعض النقوش الملونه والمناظر الجميله لصاحب المقبره، بالاضافه لبابين وهميين. وطبعا بندخل من الباب اللي ورا حضرتك، بندخل على الفناء المكشوف اللي احنا اللي قدامنا دوت، وهو زي ما حضرتك شايفين مساحته كبيره، في مجموعه من الاعمده من الحجر الجيري. قبل ما ندخل ونشوف حجره الدفن هنشوف بس جزء بسيط جدا من المناظر والنقوش الملونه اللي موجوده في المقبره ديت، والموجوده خاصه في الجزء المغلق او الجزء المغطى زي ما حضرتك شايفين. ده جزء لبعض العمال او لبعض الخدم اللي هم بيحملوا الخرابيط لصاحب المقبره. زي ما حضرتك شايفين اللون الاحمر واضح جدا، واللون الاخضر، ودي الوان طبيعيه من عصر او من وقت بناء المقبره. ودي اعداد بتدل على كميه الكربين المقدمه لصاحب المقبره بالالاف والمئات والعشرات. النقوش ديت في اجمل منها طبعا موجود في الجزء المغلق داخل المقبره. طبعا دلوقتي هندخل ونشوف حجره الدفن بتاعت المقبره. معلش بس هننوه كمان حاجه بسيطه جدا، هنلاقي لو كل مصري او كل زائر بيزور اثار مصريه هيلاقي ان في تدرج في الحوائط، يعني هيلاقي ان المدماك الاول بيظهر او بيبرز بما يقرب من 5 سم عن المدماك اللي يليه. ودي طريقه كان عملها المصري القديم علشان يعمل تقويه للبناء بتاعه، لان هو كان بيستخدم مونه قليله جدا علشان يقوي البناء بتاعه وعشان يجيله نوع من المتانه والصلابه. المقبرة طبعا فيها العديد من الحجرات والصالات اللي كانت مستخدمة في عصر بناة المقبرة، لكن طبعا احنا اشرنا الى اميازها وافضلها. دلوقتي هنشير الى حجرة الدفن. حجرة الدفن طبعا مدخلها الرئيسي المفروض من هنا، ده النفق اللي كان اللي دخلت منه الجثة بتاعت صاحب المقبرة وجثة ابنه. وزي ما حضرتك شايفين هو عبارة عن منزلق أو نفق مائل من الحجر الجيري بيوصل لحجرة الدفن خلف الفريز الخشب اللي احنا شايفينه دوت، أو اللوحة الخشبية اللي احنا شايفينها ديت. في بابين وهميين عليهم نقوش وزخارف نباتية وهندسية، المفروض إن هي بتكون موجودة في كل مقبرة. ده حديث احنا عاملينه عشان نحمي البابين الوهميين خلف هذا الخشب. دلوقتي هنشوف منظر عام لحجرة الدفن من أعلى. دي حجرة الدفن من أعلى، وعلى اليمين هنا نهاية النفق اللي احنا شفناه من لحظات.
وحجره الدفن زي ما حضرتك شايفين فيها تابوتين من الجرانيت الوردي لصاحب المقبره وتابوت اصغر لابن صاحب المقبره. طبعا التابوت الكبير ده لصاحب المقبره بتاع شيبسس، والتابوت الاصغر دوت يقال انه لابن صاحب المقبره. لو ركزنا شويه بالكاميرا داخل التابوت الاصغر هنلاقي انه هو مكون من تابوتين بالفعل فعلا، واحد الداخلي ده من الحجر الجيري، الخارجي منه من الجرانيت الوردي. هو واضح جدا الحجر الجيري مكسور منه جزء اهوت، التابوت الداخلي والخارجي زي ما حضرتك شايف من الحجر من حجر الجرانيت الوردي. لو نزلنا لأعلى شوية هنلاقي إن بقايا السقف بتاع حجرة الدفن واضح اهوت قدامنا، وفي نوع من الميول شوية، ده يدل على إن سقف حجرة الدفن ديت كان سقف جاملوني، علشان ده الطراز اللي انتشر في الوقت دوت في بعض في معظم المقابر ومعظم الأهرامات بتاع العصر الأسرة الخامسة والستة. بعض الناس بتتساءل ازاي تابوت بالحجم دوت كان المصري القديم بيدخله في حجره ضيقه بالحجم اللي حضرتك شايفينه دوت. هي الفكره ان المصري القديم كان بيملى الفراغ الموجود قدام حضراتكم دوت بالرمله، وكان بيضع اعلى الرمله التوابيت بالحجم الكبير اللي حضرتك شايفينه قبل ما يبني سقف المقبره. والمدخل اللي هو بتاع المنحدر المنزلق اللي احنا شفناه لحجره الدفن الرئيسي ده كان بيسحب منه الرمله واحدة واحدة لحد ما التابوت يستقر في أرضية المقبرة. دي ببساطة مقبرة بتاع شيبسس، وطبعا احنا كنا نتمنى ان احنا نعرض او نوري لحضراتكم الجزء المغلق، لكن طبعا الوقت ما سمحش لينا بذلك، وان شاء الله نبقى نعرض لحضراتكم في وقت اخر باذن الله. دي واجهة مقبرة الوزير بتاع شيبسس او المصطبة اللي احنا كنا بداخلها من لحظات. البايلون ده والمدخل دوت اعيد ترميمه من حوالي 15 سنه. زي ما حضرتك شايفين هو المدخل بيكتنف عمودين رئيسيين عباره عن مجموعه او من براعم زهره اللوتس. الحجر ده حجر جيري ابيض. الحجر ده كان احد اجزاء جوانب طريق الصاعد، كان عليه بعض عليه احنا امام حاليا حجر به جزء من اسطول الملك ساحوراء. كان بيستخدم كان الملك كان بيبعت اسطول بتاعه الى بلاد بونت للتجاره ويعني كثير من الاعمال التجاريه ورحلات التجاريه. وحاليا احنا امام احد المراكب اللي هي تبدا هنا المقدمه بتاعتها، ان هنا هنا كبش احد حورس هنا بمقدمه الحورس مقدمه المركب حاليا. وهذا هنا طبعا بعض العلامات اللي تحت، هنا علامه الميول اللي هي الماء تمام كده، وهنا حاليا اللي هم اللي بيجدفوا للمركب حاليا اهو المجاديف والبحاره اللي هم خاصه بالتجديف. بسم الله الرحمن الرحيم. عزمي سلامه اثري. مرحب بيكم في منطقه ابو صير. منطقه ابو صير اللي بيسموها منطقه الملوك المنسيين او منطقه ملوك ابناء رع. معظم الكلام بيجي يبادر للذهن او يبدو للذهن ان منطقه ابو صير، فالكل بيوصل له او بيبدو للذهن منطقه اهرامات الاسره الخمسه او اهرامات الاسره الخمسه. منطقه ابو صير الموجوده او الكائنه بمركز البدرشين بمحافظه الجيزه، واحده من اعظم المناطق الاثريه الموجوده في مصر على الاطلاق، فهي جزء لا يتجزا من الجبانه المنفيه نسبه الى منفي العاصمه الاولى لملوك مصر الموحده. منطقة أبو صير بيرجع اسمها إلى المسمى المصري القديم بير أوزير أو بو أوزير، واسم بو أوزير أو بير أوزير هو نسبة للإله أوزيرس أو الإله أوزير، وهو إله العالم الآخر عند المصري القديم، وكان له من القداسة والرمزية في الحضارة المصرية القديمة ما له من تلك المكانة. أفضل مكان
وده مش رأيي لوحدي، ده رأي شيوخ الأثريين، إن أفضل مكان للأثر نفسه هو إعادة ترميمه وإعادة إحيائه في المكان اللي عثر عليه فيه. عندنا مثلا مثال عظيم للموضوع دوت مركبة خوفو أو مركب خوفو المعروفة باسم مركب الشمس، عند إعادة ترميمها أو عند ترميمها اتعمل متحف خاص ليها. فأنا إزاي بفكر دلوقتي إن أنا أنقل الكتل الحجرية اللي خرجت من الطريق الصاعد للملك ساحورا علشان أنقلها وأحطها في مكان تاني؟ أنا شايف إن ده إهانة كبيرة جدا جدا للحضارة المصرية القديمة، وإهانة فظيعة للمكان اللي وجد فيه الأثر نفسه. هنتكلم ببساطة كده عن المعوقات اللي بتعوق منطقة أثار بصير للزيارة في العام القليل اللي فاتت. بالفعل منطقة أثار بصير أعدت قبل كده للزيارة وتم تجهيز التذاكر ليها. الكلام ده كان في أيام الأستاذ الدكتور زاهي حواس، أيام ما كان أمين عام المجلس على الأثار، وتعمل شباك تذاكر وتعمل وجهز كل الأدوات اللازمة للشرطة من أكشاك حراسة وأماكن لسيارات الشرطة، بالإضافة لعمل بانلز أو لوحات إرشادية ولوحات تعريفية للمنطقة كلها والأثار الموجودة بيها. لكن فوجئنا في اليوم اللي كانت المفروض المنطقة تتفتح فيه أن المنطقة لم تفتح، وتقال أن هي لم تفتح لأسباب أمنية أو تتعلق بالناحية الأمنية الخاصة بتأمين السائح ذات نفسه. احنا لو اتكلمنا عن الأسباب اللي اتكلمت عليها أو اللي ذكرت من جانب الشرطة علشان فتح المنطقة، هنقول ان الاسباب دي كانت اسباب في العهد البائد او اسباب احنا ما نقدرش نحكم عليها اذا كانت صحيحه او غير صحيحه، لكن اللي احنا نقدر نقوله ان ابو صير سهل جدا تامينها، والدليل على ذلك ان في رحلات بتيجي بتصاريح خاصه بوزاره الاثار حتى الان وبيدفع لها رسوم معينه لزياره منطقه ابو صير، وبيجي معاها تامين شرطه سياحه الاثار، وعمرنا ما سمعنا عن سائح تعرض لاي اذى في منطقه اثار ابو صير على الاطلاق. انا اصلا كمان يعني من اهالي قريه ابو صير، من يوم ما اتولدت لحد النهارده عمري ما سمعت عن اي حادث حصل في سقاره او في ابو صير نهائيا. هي رساله موجهه لمعالي الوزير، وبصراحه علامه استفهام كبيره جدا واجهتني كاثري اول ما قريت الخبر بتاع نقل الكتل الحجريه. لا للأسف هي ليست نية، ولكنه أصبح أمرا واقعا. معالي الوزير بالفعل اتخذ الخطوات، تم تشكيل لجنة، بالفعل اللجنة جت عينت الطريق الصاعد أو عينت الكتل الحجرية وبالفعل أوصت بنقلها، فهي ليست نية. فالنية دي مجرد كلام أو شائعات، لا ده اللجنة بالفعل تم تشكيلها وخلاص أخدت كل خطواتها العلمية، مش باقي بس غير على نقل الأحجار من مكانها هنا للمتحف المصري الكبير. معالي الوزير، لماذا نقل أحجار الطريق الصاعد لساح وراع من مكانها؟ هل هذا أو ها وجهة نظركم هي وجهة نظر علمية؟ يعني أتمنى على الله أن أجد إجابة لديكم، فلم أجلس مع أثري يعرف قيمة الآثار المصرية إلا وقال لي عفوا ما هذا الهراء. مع حضرتك عزة عيد طه، أمين حزب الحرية والعدالة أبو بصير. احنا دلوقتي في بداية المنطقة الأثرية بتاعة أبو بصير، ده المدخل الأساسي للمنطقة الأثرية. المدخل زي حضرتك ما شايف دلوقتي والكاميرا جاية عليه، مدخل واسع جدا، مدخل ممهد مشجر من ناحيتين، الطريق بتاعه الطريق الأسفلت يسهل الوصول للمنطقة الأثرية وأولها، مفيش أي مشاكل تمنع الأفواج السياحية من الوصول. المكان فعلا مهيأ للافتتاح من مدة كبيرة جدا، ولكن لا ندري لتقاعس الدولة عن الافتتاح حتى الآن. كل الإمكانيات متاحة، احنا عندنا كأهالي بلد مستعدين لتشجير المكان. الجانب الأمني متوفر بشكل كبير جدا، أهالي البلد مع في الانفلات الأمني وفي الفوضى اللي تمت في خلال المرحلة اللي فاتت دي كلها، محدش من أهالي البلد فكر يطلع المنطقة الأثرية أو يقوم بأي إجراء يمث بالقيمة الأثرية اللي موجودة فيها. مع العكس، أهالي البلد هم اللي كانوا بيحموا المنطقة الأثرية، أهالي أبو صير هم اللي وقفوا لحماية المنطقة الأثرية بتاعت أبو صير.